نشرت وكالة الأنباء الإيرانية صوراً لعجوز يبلغ من العمر 80 عاماً، وأشارت إلى أن هذا العجوز المدعو عن محاجي والمقيم في مقاطعة دهرم الإيرانية لم يستحم منذ 60 عاماً، ويعتمد الحيوانات النافقة غذاءً لا بديل له. وبحسب الوكالة فإن ماسورة العجوز الحديدية تمثل أغلى ممتلكاته، المتضمنة كوخاً من الحجر وحفرة أشبه بالقبر يستريح بها من الكوخ، بالإضافة إلى قبعة وعدد كبير من السجائر.